مرحبا بكم في موجز الأخبار لوزارة النفط. عقدت منظمة الأوابك اجتماعها 12 بعد المئة لمجلس وزراء المنظمة على مستوى ممثلي أصحاب السمو والمعالي وزراء الطاقة والنفط في الدول الأعضاء، وذلك في 5 مايو 2024 في دولة الكويت. وقد مثل دولة الكويت في الاجتماع سعادة وكيل الوزارة وممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي للمنظمة الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح. نظمت مراقبة التطوير الإداري والتدريب وبالتعاون مع كافة الإدارات في الوزارة جولة تعريفية للموظفين الجدد. نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي مسابقات للموظفين تتخللها أسئلة نفطية متنوعة إيمانا منها ببث روح المنافسة بين الموظفين وإثراء لمعلوماتهم النفطية. ومن وزارة النفط قدمنا لكم موجز الأخبار لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء في الأسبوع القادم. كانت معكم نوف المذيعة الافتراضية لوزارة النفط.